بنجدد صباحنا لحضراتكم مرة تانية، وصباح الخير يا مصر. الحقيقة قمة القاهرة للسلام هي امتداد لدور تاريخي لمصر لمساندة القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى. نجحت القمة في الوصول لمساحات مشتركة وبناء توافق حول ضرورة وقف الحرب اللي راح ضحيتها لحد الآن أكثر من 4000 شهيد فلسطيني. العمل على تفعيل عملية السلام من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. خلينا نتكلم عن دور مصر في حل القضية الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني. بنرحب في فقرتنا النهاردة بالدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك، ونورنا في صباح الخير يا مصر. ولو هنتكلم عن دور المصري تجاه الأشقاء في فلسطين، معروف أنه منذ بداية الأزمة وعلى مدار السنين اللي فاتت، لكن حابة أعرف من حضرتك رؤيتك لدور المصري في ما يحدث في قطاع غزة، لو هنتكلم عن الدور الإنساني والدور التاريخي فندم. يعني أولا وقبل كل شيء، المجد للشهداء فلسطين والرحمة لهم جميعا والشفاء بإذن الله للجرحى والمصابين، وإن شاء الله يفك عنهم هذه الأزمة والغمة. والحقيقة أن مصر يعني هي الشقيقة الكبرى التي دائما ترعى كل الملفات العربية بالمناسبة، وقضية فلسطين على رأس أولوياتها منذ بداية الصراع في عام 1948، ومصر دائما ما تساند القضية الفلسطينية، وقفت إلى جانب فلسطين قلبا وقالبا على قلب رجل واحد. مصر في عام 48 أرسلت جيشها لإسناد الشعب الفلسطيني، وتولت إدارة وقف إطلاق النار والهدنة الدائمة التي جرت مع الاحتلال الإسرائيلي في 24 فبراير 1949، وهي الهدنة الدائمة التي وقعت. وكانت غزة، وبالمناسبة ليست هذه المساحة كانت غزة، في عام 49 كانت المساحة التي تم توقيع الهدنة عليها 555 كيلو وفقا لخرائط الموجودة الآن حتى في دار الوثائق القومية وفي أكثر من مكان، وهي موجودة وموضوعة في الأمم المتحدة، إضافة إلى مدينة العوجة التي تحاذي الحدود على الشرقية لغزة. وبالتالي كانت مصر دائما دورها طليعي في هذا الاتجاه. هذا على مستوى يعني البداية في العمل. أيضا استمرت مصر تدير غزة من عام 49 صحيح حتى عام 1967. في هذه الفترة نجحت مصر في إعادة الروح النضالية لدى صحيح المواطن الفلسطيني. أنت تعرف لما يكون هناك هزيمة وانكسار للشعب الفلسطيني وتشرد اللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه، سواء في سوريا ولبنان والأردن، وفي مصر أيضا جاءت العدد الكبير جدا جاء إلى الأردن وثم إلى سوريا ولبنان، وأيضا جاء هناك يعني سفن ومجموعات من الفلسطينيين هاجرت هروبا إلى حطت في ميناء بورسعيد، وجزء منها ذهبوا إلى اسكندرية، وبالتالي كانت مصر حاضنة. الآن الذين وجدوا في غزة تحديدا، هناك شقين من الفلسطينيين، الشق الأول المواطنين الغزيين الأصل، والشق الآخر المهاجرين من داخل فلسطين ال 48. يعني في ناس من يافا لم يركبوا السفن ويهاجروا إلى مصر أو سوريا أو لبنان، هاجروا إلى فلسطين. وفي ناس أيضا من المدن والقرى الفلسطينية المجدل واللد والمناطق هذه هاجروا إلى غزة. بالتالي مصر قامت بإعادة الروح النضالية لدى هؤلاء، باستعادة الهوية الوطنية الفلسطينية. وأول من أطلق يعني شعار المقاومة الفلسطينية العقيد مصطفى حافظ، وهو صحيح مصري صحيح، بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي دعم بشكل كبير جدا إطلاق المقاومة الفلسطينية في ذلك الوقت، وانضمت مجموعات كبيرة جدا من الفدائيين الفلسطينيين والمصريين، وكنا نتشارك الدم معا في مواجهة. وبالمناسبة مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي لها نصب تذكاري في فلسطين، فالجند المصري اختلط الدماء الفلسطينية بالجند المصري. هذا أولا. كنا شعب واحد. وعلى المستوى الإنساني، على المستوى الإنساني بعد حرب 67 وفيما قبل بالمناسبة، هناك عمليات تناسب، شباب مصر والجنود كانوا يتزوجون هناك ويستقروا، لأنه حصل احتلال، وهؤلاء جزء منهم كبير جدا من أصول مصرية، وأبائهم وأهاليهم هنا في مصر، وأبنائهم هناك مصريون ولكن يعيشون في فلسطين وصاروا فلسطينيين، لأن الاحتلال الإسرائيلي عندما وصل إلى فلسطين واحتل غزة تحديدا 67 سيناء،
الجندي المصري كان هناك الكثير، يعني أنا لم أشاهد المشاهد هذه، لكن الأهل الوالد والأجداد حكوا قالوا أنه الجنود المصريين عندما هزمت الدول العربية في سيناء في 67 بدأ الجنود يخلعون البدلة العسكرية ويلبسون الملابس المنزلية، الجلابية أو البنطال، الملابس العادية، ويعيشون في المنازل مع الفلسطينيين، وبالتالي صار حالة تزاوج بعد كده واجتماعي. هو زي ما حضرتك قلت حتى الـ 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 يعني علاقة الدم، يعني المصاهرة وعلاقة الدم ما بين الغزاويين وأهلنا في سيناء، دي علاقة موجودة وتاريخية من فترة طويلة جدا من الزمن. هناك أكثر من 200 ألف مواطن يحملون الجنسية الفلسطينية والمصرية الآن يتعرضون للقصف. طب إذا بدأنا مع حضرتك الحديث عن مخرجات مؤتمر أو قمة القاهرة للسلام بالأمس، كيف تابعت هذه المخرجات وإلى أي مدى يمكن أن تضع بعض الحلول أو تفتح أفق سياسي لما يحدث في غزة؟ طبعا الوضع على الأرض ملتهب جدا سياسيا، هل يمكن أن يكون هناك مسار سياسي يبنى على مخرجات قمة القاهرة للسلام؟ يعني خلينا بداية نقول أن هذه القمة مهمة جدا وجاءت في توقيت دقيق جدا، وتعد أنا بتقدير أنها هي اختراق دبلوماسي مصري بامتياز ونجاح كبير، لأن يكون في وضع صعب في ظل تعنت الإدارة الأمريكية والدول الغربية لدعم الاحتلال الإسرائيلي وإسناده بشكل فج وبشكل مفضوح، باعتبار أنهم يدعمون الاحتلال لقتل المدنيين. يعني هذه كارثة، ترسل الطائرات وترسل حاملات الطائرات والدعم اللوجستي والعسكري لهذا الاحتلال الإسرائيلي، بينما المواطنين والمستوطنين يهربون من هذاك. فبالتالي مصر نجحت في لم جمع ما يقارب 32 دولة ومؤسسة ومنظمة دولية تحضر وتشارك على هذا الزخم الدولي، هذا يعد انتصارا كبيرا جدا للدبلوماسية المصرية، ولكن يجب أن يبنى عليه. بالعادة المؤتمرات بمثل هذا الحجم هي ليست ملزمة للأطراف في التطبيق، وبالتالي قوة الإلزام فيها هي كيفية أن تجعل التوصيات التي تخرج منها هي أداة ملزمة وفق نظرية تبادل المصالح أو المعاملة بالمثل. تعال الولايات المتحدة ربما لا تلتزم، أنا عندي 35 دولة، عندي 30 دولة، كلهم هؤلاء دول يعني مهمة ومؤثرة، منظمات دولية في أوراق ضغط، يعني ممكن تضغط على الولايات المتحدة، تضغط على دول العالم، تقول لهم ستوب، يعني في هنا شعب وفقا للقانون الدولي، وفقا لحقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وفقا للميثاق الأمم المتحدة الذي يعني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة الموقع عام 1949 في 12 أغسطس 49، تقول بشكل صريح حماية المدنيين، عدم نقل المدنيين من مكانهم إلى مكان آخر، سواء لدولة الاحتلال أو حتى لدولة محايدة، وبالتالي عدم تعريضهم للخطر، يجب إرسال معونات لهم، فتح ممرات إنسانية. وبالمناسبة الخطاب اللي لخصه يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحية المؤتمر، أنا أعتقد أنه هو وضع حلا كاملا لكل المسألة السياسية الفلسطينية. 3 خطوات باختصار شديد، خارطة الطريق كما قال، وثلاثة خطوات. الخطوة الأولى فتح ممرات إنسانية مستدامة، وفتح الممرات الإنسانية المستدامة أنا أعتقد أنها يعني لا تقتصر على الأكل والشرب والحاجات هاي، هناك كارثة. وأنا أعتقد أنه غزة الآن منكوبة، مناطق منكوبة، هذه المناطق تحتاج إلى تظافر دولي. القصة مش أكل، طب هو أقول لك بدي أرسل له سلات غذائية، كيف سيطبخ؟ كيف سيشرب؟ وقود، محتاجين وقود، كهرباء، محتاج وقود، محتاج غاز، أنابيب الغاز، محتاج وقود، محتاج كهرباء لتسخين الماء على الأقل. وهنا فكرة الاستدامة مهمة جدا، يعني هي حتى الرئيس ركز على 3 كلمات، مستدام وآمن وسريع، يعني إمدادات مستدامة وآمنة وسريعة. بالضبط. طيب هي المساعدات الإنسانية فقط؟ لا، احنا محتاجين أيضا مواد طبية، مستشفيات متنقلة. صحيح. محتاج يعني مش مستشفيات ميدانية تعمل مستشفى هنا ولا تستطيع الوصول إليها، المستشفيات المتنقلة أقصد عربات الإسعاف تكون من الشاحنات مجهزة. الكبيرة مجهزة للعمليات وإيجاد مصابين مباشرة، وتبدأ تتجول لما يصير في قصف، تنتقل إلى المكان فورا بالسراير اللي فيها، بالأجهزة اللي فيها. وبالتالي هم محتاجين أيضا أجهزة اللي هو كسارات تكسر الأنقاض، هناك أكثر من 1600 فلسطيني مفقودين، ربما يكون جزء منهم تحت الأنقاض،
يعني انا ابكاني احد الاشخاص وهو بيقول لي انه احنا زوجة اخيه يعني بدوروا على جثة زوجة اخيه لقوا قدمها مرمي على بيت اخر. ففي كانت مأساة. أكيد لذلك أكيد. هذا هي البند الأول. البند الآخر وقف إطلاق النار. طيب بشكل دكتور سريع. دكتور أسامة اسمح لي بما أن حضرتك يعني أتيت على ذكر المساعدات دلوقتي معانا على التليفون يعني بطل من الأبطال اللي احنا بنسميهم الأبطال المجهولة اللي شاركوا في دخول 20 شاحنة مساعدات لأشقائنا في غزة عن طريق معبر رفح، لأن الأبطال دول كانوا سائقي شاحنات المساعدات اللي دخلت لغزة واللي استمروا فترة طويلة قبل عبورهم من معبر رفح. من بين السائقين دول شريف صلاح أحد سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية اللي دخلت غزة أمس. صباح الخير عليك يا أستاذ شريف وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم وصباح الخير على مصر كلها. اهلا بحضرتك. يعني امبارح انت كنت ضمن الابطال المجهوله وضمن السائقين اللي قادوا الشاحنات عبر معبر رفح وادخال طبعا الاغاثات لاهالينا في غزه. كلمني بقى يعني احكي لي ايه اللي حصل اول ما عرفتوا الخبر ان شاء الله انه هتعدوا النهارده الشاحنات بعد ما عديت معبر رفح اللي انا وانقل المشاهدين الصوره. والله احنا كنا عندنا 22 عربيه والحمد لله ان احنا عدينا وسلمنا الحاجه هناك للهلال الاحمر والفلسطينيين كانوا معانا هناك برضو وربنا يكون في عونهم يعني وربنا يصلح حاله. تمام شريف بنحييك وبنشد على ايدك وحابين كده نعرف بقى لما عبرت الناحيه الثانيه ودخلت بالشاحنه لقطاع غزه وبدا تفريغ الحموله الخاصه بالشاحنه والامدادات الاغاثيه، ايه اتكلمت مع اهلنا الغزاويه في ايه؟ كلمني اوصف لي المشهد جوه غزه. والله احنا من الفرحه يا باشا ما كناش يعني احنا كنا ساعه ما سمعنا ان احنا نخش الفرحه خدتنا. احنا دخلنا جوه كنا معاهم وهم ناس محترمه جدا وقابلونا باحترام جدا وربنا يعني تعاوننا مع بعض ونزلنا الحمل ما كملناش تحتين زمن على طول عشان طبعا الضرب هنا كتير وهنا القوات بتاعتنا كتر الف خيرهم يعني وربنا يصلح حالهم وتحيا مصر. تحيا مصر. طيب ابو شريف اخيرا كنت حاسس بقلق او بتوتر ولا كنت مطمن وانت داخل؟ والله هو هنا القلق كان كتير بس احنا ما كانش فيها قلق لان احنا الحمد لله يعني هنا احنا ثلاثه من بيت. يعني انا كان معايا اللي كان سجل العربيه الصفراء دي احمد اخويا وابن اخويا بره برضه لسه ما دخلش واقف على الباب ان شاء الله يخش النهارده ولا بكره. انت مستمر يعني انت قاعد لسه هناك يا ابو شريف؟ نعم انت لسه مكمل مستمر هناك لسه؟ ان شاء الله باذن الله احنا واحنا فضينا انا واحمد اخويا واقفين هنا مستنيين تليفون من جماعه نروح نحمل من المطار ان شاء الله وهنرجع تاني. انت منين يا عم شريف؟ احنا من بني سويف من بيبا. يا سلام اجدع واجمل ناس. الله يخليك يا سعاده الباشا. ربنا يسلمك يا رب ويسلم كل زمايلك وكل حد موجود عند معبر رفح سواء سائق شاحنه عامل اي حد موجود بيساعد اخواتنا واهلنا في غزه. ربنا يا رب يسلمكم جميعا. بشكرك شكرا جزيلا شريف صلاح احد سائقي شاحنات المساعدات الانسانيه اللي عبرت ودخلت امبارح قطاع غزه. هنرجع مرة أخرى وحدتنا مع الدكتور أسامة. يمكن حضرتك كنت تتحدث عن فكرة المساعدات وكنت تنتقل للنقطة التالية. خريطة الطريق. هو في اختصار كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه سيادته قال هناك خارطة الطريق وتتضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى الممرات الإنسانية المستدامة كما تفضل. النقطة الثانية يجب وضع حد لهذا الحرب بوقف إطلاق النار فورا. مفاوضات التهدئة. لتثبيت التهدئة أو هدنة. وهي ضرورية جدا ومهمة جدا ليتم فيما بعد وضع حد أيضا للاحتلال. لأنه ما بصيرش أنا كل يوم والتاني تعتدي على المدنيين تقصف تقتل كذا. كل أسباب العدوان وكل أسباب الاحتلال وكل الجرائم التي تجري على الأرض الآن في غزة هي بسبب وجود هذا الاحتلال. ينصرف الاحتلال تفضل الأرض بصير فيش فيها مشاكل الناس بتعيش بحياة. طب على أساس إيش؟ على أساس حل الدولتين استنادا إلى القانون الدولي. هذه الخطوة الثالثة. إذن تطلق مفاوضات سياسية تسوية سياسية عادلة وشاملة ودائلة برعاية دولية. وهناك بالمناسبة طب ما دعوات 86 أسف قرار أسف المقاطعة. الدعوات دي اتكررت لأكثر من مرة في الفترات السابقة. هل اللحظة اللي احنا فيها الآن أو اللحظة اللي بتعيشها المنطقة ممكن الحديث عن ما بعد يعني تهدئة ووقف إطلاق النار إحياء عملية السلام؟ وإحنا بنشوف دايما الرباعية الدولية الدولية الراعية للسلام كلها منحازة الآن في هذا الظرف اللي بنعيشه إلى إسرائيل. إزاي ممكن اختراق
سياسيا او تفاوضيا او ايجاد يعني اطراف اخرى ممكن ان تكون راعيه لعمليه سلام مستقبليه ما بين فلسطين واسرائيل؟ نعم، خلينا نتكلم بدايه الازمه. بدايه الازمه الصراع العربي الاسرائيلي لم يكن هناك شيء اسمه رباعيه دوليه ولا حتى في احد يفكر في تسويه الصراع العربي. حاولت حتى الغرب لما انشأوا الكيان الاسرائيلي انشأوا بقرار 181، القرار ينص على تقسيم فلسطين 55% للاحتلال الاسرائيلي اقامه دوله يهوديه و 44% للفلسطينيين اضافه ل 1% 1.5 بالضبط تقريبا. هذه منطقه دوليه اللي هي القدس وبيت لحم وممر الى يافا ومن ثم الى الخروج الدولي. هذه رفض تاريخيا، رفضوا الفلسطينيين، رفضوا الفلسطينيين والعرب رفضوه يعني ولكن الاحتلال الاسرائيلي اقام دولته في بعد 48 لما بدات الحرب في 48. هذا القرار صدر في 29 نوفمبر 1947. القرار بدات بعد الانسحاب البريطاني في 14 مايو انسحبت بريطانيا، 15 مايو اقامت اسرائيل كيانها ودولتها، وبالتالي اقامت المفروض انها بدها تقيم وفقا للقرار الدولي بدها تقيم على ايش؟ على 55% من مساحه فلسطين. قامت الحرب، الدول العربيه دخلت حرب معاها في ذلك الوقت ولم تكن دول كثيره يعني مستقله، معظمهم كانوا تحت الاحتلال الانتداب البريطاني. الاحتلال الاسرائيلي اقام دولته على 55% ثم احتل نص دوله فلسطين. وعندما ذهب الى الامم المتحده يعني صار عندك المساحه المتبقيه من فلسطين 22% منها غزه والضفه والقدس الشرقيه اللي هي لم تحتل في ذلك الوقت. وبالتالي حصل وقف اطلاق النار وهدنه دائمه واستمر الوضع على ما هو عليه. في 67 رجعوا احتلوا الضفه الغربيه وغزه وسيناء والجولان وصدر قرار 242. هنا نريد ان نتوقف انه قرار حل الدولتين صدر في عام 1947 وقرار 242 الدولي يعني يقرر بشكل قاطع سحب الاحتلال الاسرائيلي من كافه الاراضي المحتله عام 67، سيناء وغزه والضفة والقدس إضافة إلى الجولان. هذا هو القرار الدولي اللي صدر في 42. انطلاقا من هذه النقطة وعلى هذا الأساس صارت عملية المفاوضات فيما بعد في مصر، صارت في فلسطين اتفاقية أوسلو، اتفاقية وادي العربة، كل المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي التي صارت مؤتمر مدريد للسلام، الأرض مقابل السلام. وهذا المبدأ يعني كان بشروط مصرية يعني عربية أنه نحن ستوب لا كيسنجر في ذلك الوقت، احنا عندنا استعداد ان ندخل في مفاوضات وتنهي هذا الصراع ولكن الارض ناخذ الارض ونديكم السلام. الان وافقت العالم كله، وافق الامريكان، وافق والاوروبا، وافق وتشكلت اللي هو مؤتمر مدريد ثم مفاوضات اوسلو ثم دخلنا في عمليه اتفاقيه اوسلو في مصر ايضا والتي جرت في 4 مايو 1994 وتشكلت السلطه الفلسطينيه في غزه واريحه، وكان خلال أقل من 5 سنوات يجب أن تنسحب من كل أراضي الضفة الغربية والقدس ويتكون هناك دولة فلسطينية في عام 99، ثم 2000 تعلن الدولة الفلسطينية. هذا هو المتفق عليه. الاحتلال رفض، قتلوا رابين الذي وقع اتفاقية السلام، هو نتنياهو الذي حرض على قتله، هو الذي قتل رابين وتولى السلطة فيما بعد وأشعل حربا داخلية وحرب الانتفاضة. صحيح. وبالتالي بدأ الصراع بشكل كبير جدا. الآن الحل حتى الرباعية الدولية. صحيح. لم تحقق أي نتيجة. صحيح. الرباعية الدولية لم تحقق أي نتيجة لأنه بسبب الهيمنة الأمريكية عليها، وشفنا الولايات المتحدة ماذا فعلت، والهيمنة للأسف زادت بشكل كبير الفترة الأخيرة أو في أحداث غزة الأخيرة. الحل بناء على كلمتك الأخيرة اللي قلت فيها هل هناك آلية جديدة؟ نعم. أولا الرباعية الدولية الآن غير صالحة بهذا الشكل. صحيح. لأن الولايات المتحدة لها مصالح وروسيا عضو في الرباعية الدولية. من أين تتشكل الرباعية الدولية؟ الولايات المتحدة، روسيا، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي. هناك تناقض بين المجموعة. صحيح. هذه يجب إضافة دول عربية. صحيح. ودول وازنة دولية لها تأثير، الصين. صحيح. لا مانع من دخول الصين. هناك يعني أكيد الفترة المقبلة مع التغيرات اللي بتحصل عالميا هيبقى فيه صعود لأطراف دولية وحضور كمان لبعض دولي. الأقطاب والأطراف والعالم العربي بشكل كبير. احنا للاسف الشديد وقتنا خلص، كنا عايزين نتكلم مع حضرتك، معانا اسئله كتيره جدا عن المشهد في غزه. بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لينا دكتور اسامه شعث استاذ العلاقات الدوليه. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير.